دائما ينطرح بموضوع رفعات الفولتير، سمك سلك الملف الرئيسي وسمك سلك الملف الثانوي او الرفعات، هل هما متساويان؟ شو وقت يكون متساويان؟ شو وقت يكون هذا اقل من هذا او هذا اقل من هذا؟ اذا كانت الرافعه ترفع من 110 يعني من النص، لان الكهرباء لها 220، ترفع من 110 فيكون سمك سلك الملف الرئيسي مساوي لسمك سلك الرفعات او الثانوي نسميه احنا. زين، اذا كانت الرافعه ترفع من اقل من 110 يعني من 80 من 90 من 100، راح يكون سمك سلك الملف الرئيسي اكبر من سمك سلك الرفعات. اما اذا كانت الرافعه ترفع من اكثر من 110، خلينا نقول 120 140 160 180، فيكون سمك سلك الملف الثانوي او الرفعات اكبر من سمك سلك الملف الرئيسي. راح نجي عليها بمثال بسيط، يعني خلينا ناخذ مثال على هذا، رافعه فولتيه 4400 فولت امبير، عندنا 3، يعني ما دام 4400 فولت امبير معناها انها 23 امبير، بس وحده مصممه ترفع من 80 فولت والثانيه مصممه ترفع من 110 فولت والثالثه مصممه ترفع من 140 فولت. شوفوا هنا ثلاثتين قيش الرفعات تسويها واحد، لان هي تنطي برفعات مالتها تنطي 20 امبير، فثلاثتين قيش الرفعات 12.5 واحد. اما قيش الرئيسي للاولى اللي ترفع من 80 فولت قيش 10، لان راح يمر بالرئيسي تيار مقداره 35 امبير، واللي ترفع من 110 فولت قيت 12.5 لان راح يمر 20 امبير، هذا عم بالحسابات وبالحقيقه هذا الحكي. والثالثه اللي ترفع من 140 فولت قيت 15 لان راح يمر تيار 11.5 امبير. انتبه هنا عزيزي، النص هو 110 لان 220 عندنا، فاللي ترفع اقل من النص يعني من 180 اقل من النص، هنا سمك سلك الرئيسي اكبر من سمك سلك الرفعات. وهنا عندنا اللي ترفع من النص بالضبط، سمك سلك الرئيسي يساوي سمك سلك الرفعات، واللي ترفع من 140 من الاعلى من النص سمك سلك الرئيسي اقل او اضعف من سمك سلك الرفعات. واتمنى اكون قد وصلت الفكره، والسلام عليكم.